أزمة جديدة في عالم كرة القدم، واللي بيعيش الأزمة دي هي حكم تركية اسمها إليف كارا أرسلان. والدنيا هناك مقلوبة على الآخر بسبب اللي حصل لها، ومفيش حد عارف آخر الموضوع ده إيه بالظبط. تعالوا نعرف الحكاية كلها. ضجة كبيرة في تركيا بسبب اللي حصل للحكم التركية إليف كارا أرسلان، وده لأن انتشر ليها فيديو مش ولا بد على السوشيال ميديا. وطبعا حاجة زي دي عملت ضجة كبيرة جدا هناك، وبسبب الموضوع ده قررت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم إنها تلغي ترخيص الحكم، يعني مش هتشتغل دلوقتي. بس شكل كده الموضوع كبير، لأنها توقفت من ممارسة أنشطة كرة القدم مدى الحياة في الدوري التركي أو في المنافسات العالمية، يعني مش مجرد توقيف مؤقت وخلاص. وبعد كل ده لازم طبعا تطلع الحكم وتدافع عن نفسها، وقالت إن الفيديو ده متفبرك ومعمول بالذكاء الاصطناعي، وإنها هتتغلب على كل ده بأفضل طريقة ممكنة، ولسه قدامها طريق طويل جدا واللي أكيد هيكون صعب علشان تثبت اللي بتقوله. والمحامي بتاعها أكد اللي قالته ووضح إن الفيديو ده معمول من حساب واحد تاني خالص ملوش علاقة بالحكم بأي شكل من الأشكال. ولما فحصوا الفيديو اكتشفوا إن الصورة مش واضحة وإنها متعدلة على الكمبيوتر، وإنه هياخد الإجراءات القانونية ضد أي حد ورا الفيديو ده. وفي ناس كانوا في صفها وقالوا إن الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل حاجات كتير فعلاً، وفي ناس تانية شككت في تصريحات المحامي. ومن الناحية التانية فالمشرف على لجنة الحكام بالدوري التركي اللي كان في الفيديو قال إن مسيرته المهنية انتهت، وإن سمعته اتدمرت في عيون عيلته وأصدقائه ومجتمع التحكيم وكرة القدم، وهو كمان اتوقف مدى الحياة. الحكم التركية عندها 24 سنة، وكانت في الأول لاعبة كرة قدم قبل ما تبقى حكم، وما كملتش علشان إصابتها بالرباط الصليبي. والمفاجأة بقى إن عيلتها في الأول كانت رافضة خالص إنها تدخل عالم الكرة، بس هي دخلت فيه وهي عندها 16 سنة. وغير إنها حكم فهي مشهورة جدا على السوشيال ميديا وخصوصا إنستجرام، وده لأن بيتابعها آلاف المعجبين. ورغم اللي حصل ده إلا إنها لسه متفاعلة عليه وبتنزل ستوريهات. وبعد كل ده لسه مش عارفين الوضع هيرسى على إيه في الآخر. تفتكروا هتكسب القضية ولا إيه؟ شاركونا في التعليقات. العاصمة، كل الأخبار في موقع واحد.